كان الزميل معين درغام بالصور مدى وثق لنا بالصور مدى التحضيرات التي كانت تستعملها العصابات المسلحة فوق الأرض وتحتها في قرى ريف القصير والتي دكها جيشنا البطل غير آبهم بكل تلك التجهيزات. بعد دخول الجيش العربي السوري إلى بلدة الصالحية ضبطت أحد الأنفاق داخل هذه البلدة وهو عبارة عن وكر للإرهابيين للتنقل من خلاله والانتقال عبر هذا النفق من شارع إلى آخر. إذن كما نشاهد عملية حفر الأنفاق. كما نشاهد النفق يمتد داخل الأبنية السكنية ليصل من شارع إلى آخر كان ينتقل من خلاله الإرهابيون. كما نشاهد هنا كانت عبارة عن مقر ووكر لهم للاختباء بداخله وعبارة عن غرفة عمليات للاعتداء على المواطنين من خلال إرهابهم وإجرامهم. إذا نفق طويل كما نشاهد هذه الأنفاق اللي مثل ملاجئ، يعني يتركوها مثل كمين لنا، كمين انه الجيش يتقدم ويطلعوا من وراء من ظهرنا، بيعبر لمنطقه ثانيه مثل ما شفتوه، والحمد لله رب العالمين تم تطهير المنطقه بالكامل. اذا كما شاهدنا عمليه الانفاق داخل المنازل المواطنين من شارع الى شارع. الحمد لله رب العالمين تم تطهيرها بالكامل. وصالحي امنه، ما في بقى غير البويضه الشرقيه، حتى هربوا من البويضه الشرقيه على سلسله جبال قلمون من عن طريق حسيه، جبال حسيه، والحمد لله الجيش عم يتصدى لهم بالمناطق الثانيه. ايضا انتقلنا الى مكان اخر وهو مسجد قريه الصالحيه، كما نشاهد المسجد، سندخل الى المسجد لنشاهد ايضا كيف قام الارهابيون بالاعتداء على جامع القريه. نوثق مدى الإجرام التي قامت به العصابات الإرهابية في ريف القصير وتحديدا داخل بلدة الصالحية وفي داخل الجامع. إذن نحن الآن داخل أحد أوكار الإرهابيين في بلدة الصالحية، نشاهد آثار دماء أحد الإرهابيين الذين كانوا يتحصنون داخل هذا الوقر قبل أن تقوم بواسل الجيش بضرب هذا الوقر. إذا وصلنا إلى مشارف بلدة البويضة الشرقية كما نشاهد بالصورة. هذه هي البويضة الشرقية، آخر معاقل الإرهابيين، وبواسل الجيش العربي السوري تقوم بدك أوكار الإرهابيين داخل هذه البلدة. الصالحية تعود آمنة بفضل بواسل الجيش العربي السوري وبدك معاقل الإرهابيين الأخيرة في البويضة الشرقية. لأخبار التلفزيون العربية السوري، معين درغام، ريف القصير. مشاهدينا الكرام، الشكر كل الشكر لمراسلي المركز الإخباري في مدينة القصير ولكل العاملين في المركز الإعلامي هناك. كما عاد